اولا كنشكروا الوسيله ديال الاعلام ديالكم على التواصل وعلى الاهتمام بهذه العمليه. هذا كيبين على الحس المهني الكبير ديالكم والاهتمام بالشأن العام وكل المستجدات ديال فيما يخص الفئات الهشه والفقيره. حنا اليوم كنتواجدوا بمقر المؤسسه الخيريه دار الاطفال مولاي رشيد للسهر رفقه اللجنه الاقليميه على عمليه توزيع الدعم الغذائي بمناسبه عمليه افطار رمضان 1444 اللي سيدنا عطى الانطلاقه ديالها منذ سنوات كثيره، اللي كرس بها سيدنا الله ينصرو المضامين والمبادئ ديال التكافل والتعاون والتضامن ما بين المغاربه، واللي معهود فيهم هذا الكرم والضيافه والتكافل. هذه العمليه هذه في عماله مقاطعه مولاي رشيد هذا العام غادي يستافدوا منها 2048 مستفيد موزعين على سائر الدوائر الترابيه ديال عماله مقاطعه مولاي رشيد. بالطبع كتكون واحد اللجنه اقليميه ساهره على هذه العمليه، كتكون من التعاون الوطني كرئيس، من مندوبيه الصحه، من قسم العمل الاجتماعي، قسم الاقتصادي بالعماله، المصالح الجماعيه للقوات المسلحه الملكيه، لا جوندارمري رويال، وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. كتدخل في اطار العمليه ديال مؤسسه محمد الخامس للتضامن اللي هذا العام همت حوالي في المغرب كامل همت حوالي 5 مليون ديال الناس من المستفيدين من الفئات الهشه. بالطبع ملي كنتكلموا على الفئات الهشه فهناك واحد الاولويات عندنا، هذه الاولويات فيهم النساء المطلقات، النساء الارامل، الناس المعاقين، اشخاص في وضعيه اعاقه، والمسنين. الحمد لله كما كتشوفوا الامور الحمد لله كدوز في بسلاسه. ما يفوتنيش هنا نشكر السلطات المحليه على راس السيد عامل عماله مقاطعات مولاي رشيد وسائر الهرم ديال وزاره الداخليه بعمل مقاطعه مولاي رشيد، من الساده رؤساء الدوائر، الساده القياد، اعوان السلطه، وايضا ما ننساش الشكر الجزيل لافراد القوات المساعده اللي كيسهروا كما كتشوفوا على التنظيم، والامن الوطني حتى هما اللي كيسهروا خارج المؤسسه على التنظيم ديال هذه العمليه. حنا اليوم في اليوم الاخير من هذه العمليه الجديد هذه السنه في العمليه هي انه السنه الماضيه كانت عندنا في عدد الحصص 1200 حصه، الان ارتفعت باكثر من ثلثين، ولات الان 800 ولات الان 2048، يعني بالزياده ديال 848 حصه جديده. الجديد ايضا فيما يخص نوعيه المواد هو اضافه مواد اخرى كماده الارز، 5 كيلو ديال الارز لكل مستفيد و6 لتر ديال الحليب لكل مستفيد، اضافه الى زياده في ماده الشاي اللي تزاد 600 غرام لتصبح حوالي كيلو قل 200 قل 150 غرام لكل فرد. وكنظن هادو باش يتعاونوا بهم الناس في هذه المده هذه، وكنجدد لكم الشكر. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.